يعني يستخدمها من السبب المالي. بعد ما كنا أخدنا وشفنا كيف بيتم عملية التحليل المالي أفقيا وعموديا، اليوم نستكمل عملية التحليل المالي، القواعد المالية باستخدام النسب المالي. فشفنا كيف إنه من خلال حساب التغير أو نسبة عنصر من العناصر الميزانية إلى عنصر أساسي آخر عم يعطينا تصور ويمكن يساعدنا باتخاذ قرار ما، أو عم يكشف لنا خلل ما أو مركز قوة أو نقطة قوة. راح نستكمل الصورة باستخدام النسب المالية. والنسب المالية حقيقة هي من أهم أساليب التحليل المالي، خصوصا لما بيكون الأمر يتعلق بتحليل القوائم المالية، لكونه رح يوجد لنا العلاقة وطبيعة العلاقة ما بين عنصرين أو أكثر من عناصر القوائم المالية اللي بتبين لي معلومة ذات طبيعة خاصة. هلا حنشوف كيف بتبين لي مركز أو معلومة عن أمر يتعلق بكفاءة إدارة هذه الشركة. فالنسب المالية من حيث المبدأ موزعة إلى 5 مجموعات أساسية، ممكن يكونوا 6 إذا قلنا نسب الإنتاجية. المجموعة الأولى هي نسب السيولة وهي اللي راح نشوفها اليوم بجلسة اليوم. المجموعة الثانية هي نسب النشاط ونسب الربحية، نسب المديونية، وأخيرا نسب السوق. كل مجموعة من هذه المجموعات تتكون من عدة مؤشرات أو مجموعة من المؤشرات اللي راح نشوفها تباعا. أول المجموعات اللي راح نشوفها مثل ما حكينا هي مجموعة نسب السيولة Liquidity Ratios، هي مجموعة من المؤشرات أو النسب اللي راح تعطينا تصور حول شيء اسمه السيولة. ومثل ما حكينا بالمحاضرات الأولى، لما بحكي عن السيولة معناتها عم بحكي عن شيء قصير الأجل، شيء قصير الأجل غالبا ما يكون لدورة محاسبية واحدة. فإذا الأمر يتعلق بطبيعة أو بنوع القوائم المالية اللي عم ندرسها، إذا كانت ربعية أو نصف سنوية أو سنوية، إذا هو لدورة محاسبية واحدة. فإذا نسب السيولة هي نسب تقيس حقيقة قدرة الشركة أو المؤسسة المدروسة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل. إذا الالتزامات يجب أن تكون طبيعتها قصيرة الأجل، وبالتالي أنا سأرى أو سنقوم هذه النسب تقوم بدراسة مدى توفر إمكانية سداد الالتزامات قصيرة الأجل من شو؟ من الموجودات قصيرة الأجل. إذا نسب السيولة هي مرتبطة بشيئين أساسيين في قائمة المركز المالي أو الميزانية للشركة، واللي هم الموجودات المتداولة والمطالب المتداولة. وعلى اعتبار أن المطالب المتداولة هي التزامات قصيرة الأجل، فبنشوف مدى قدرة موجوداتنا قصيرة الأجل اللي هي الموجودات المتداولة على سداد هذه الالتزامات قصيرة الأجل. هذا هو الأمر ببساطة شديدة. إذا برجع بذكر أنه هذه النسب هي لدراسة قدرة وملاءة الشركة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل بالدرجة الأساسية. كما الحال فيما يتعلق بالتحليل الأفقي أو العمودي، أيضا لابد من أن يذكر بأنه ما عندي نسب ستاندر، ما عندي بنش مارك موحد قيس عليه، وإنما هناك ممكن يكون المقارنة مع شركة مشابهة تعمل بنفس قطاع العمل، وقد تكون المقارنة مع متوسط الصناعة
بمعنى انه انا بقارن الشركات مع شركات اخرى تمارس نفس المهنه او نفس قطاع الصناعه، مع ضروره الملاحظه انه احيانا لابد من الاخذ بعين الاعتبار حجم هذه الشركه. فالموضوع اذا موضوع نسبي الى حد كبير، وبالتالي ما عندي مقاييس موحده لحتى اقول سيوله هذه الشركه جيده ام لا، الا بالمقارنه بشو؟ بالشركات المشابهه لها او بتطور هذه النسب زمنيا. فهون بكون مضطر اني احسب هذه النسب خلال فتره زمنيه، يعني من اكثر من قائمه ماليه، من اكثر من دوره ماليه. هذا ببساطه فيما يتعلق بهذه المفهوم العام لهذه النسب. اولى نسب السيوله هي نسبه التداول، ومن اسمها واضح انه هي نسبه التداول، معناتها انا باخذ اجمالي اصولي المتداولة أو المولدات المتداولة وأقوم بقسمتها على المطلوبات أو المطالب المتداولة. ببساطة شديدة من هذه المعادلة ماذا يمكن أن نستنتج؟ من الواضح أنه أنا طالما عم شوف مولدات متداولة، تقسيم مطلوبات متداولة معناته كم مرة المولدات المتداولة قادرة أن تغطي المطلوبات المتداولة. إذا نسبة تغطية، إذا هون عم بين لي نسبة تغطية، نسبة تداول يعني كل ليرة من التزامات قصيرة الأجل، قديش عندي موجودات قصيرة الأجل، كم ليرة سورية قادر أن تغطيها؟ من المجمل، إذا عم بحكي على إجمالي الموجودات المتداولة. بتذكروني شو فيها الموجودات المتداولة؟ ما هي عناصر المكونة لموجودات المتداولة؟ حدا بذكرني فيهم؟ عندي نقدية، مخزون، زبائن. شو عندي كمان؟ اوكي، الزبائن هن المدينون، اوراق، عندي اوراق مالية تمام قصيرة الاجل او بهدف المتاجرة. تمام. ممكن يكون عندي ايضا بالموجودات المتداولة المصاريف المدفوعة سلف او مقدمة. اوكي، هي الاوراق القبض من الاوراق المالية قصيرة الاجل او بهدف المتاجرة. اذا فهذه النسبة، كل هذه الأمور هي ستغطي لي مطالبي المتداولة، اللي هي عبارة عن ايش بالدرجة الأساسية؟ الموردين زائد شو؟ زائد قروض قصيرة الأجل. زائد قروض قصيرة الأجل، هاي هي الدرجة الأساسية التزاماتي أو مطلوباتي أو مطالبي المتداولة. طيب النسبة هاي، نسب نسبة التداول، هي من أقدم النسب المستخدمة في قياس سيولة الشركات. ولابد من قياسها لأنه هي تعطيني تصور عام عن إمكانية الشركة، تصور عام. هلا هنعرف ليش تصور عام عن إمكانية الشركة على سداد التزاماتها قصيرة الأجل. نقول بشكل عام لانه هي عم تاخذ حقيقه كل موجوداتي، على الرغم من انه هذه الموجودات المتداوله ليست متجانسه من ناحيه درجه سيولتها. فهناك فرق بين النقد او النقديه او اشباه النقود وبين البضائع والزبائن وحساب الزبائن او المدينون. لانه النقد هو جاهز فورا لانه يقوم بعمليه السداد. تمام، هناك درجات سيوله متفاوته، مشان هيك قلنا انه نسبه السيوله او نسبه التداول عم تعطيني اوفر فيو، عم تعطيني نظره عامه حول قدره الشركه وليست نظره دقيقه. بعض المحللين بيقولوا انه هذه النسبه يجب ان تكون أكثر من اثنين، يعني مقابل كل ليرة التزام علي لازم يكون عندي ليرتين ضمن موجوداتي المتداولة.
ليش درسين؟ هون في عندي شغلتين. اولا التخلي عن او تسييل، خلينا نقول، او تحويل المخزون اللي موجود عندي قد يتطلب مني بيعه اذا كنت مستعجل كثير بتكلفة او بسعر قد ينخفض عن تكلفته التاريخية، وبالتالي ما صار في عندي خسائر. ما فهمت شو اخر سؤال؟ ايه اللي عم يسأل عن المحتوى. اللي انا هلا هذا نفس المحتوى، نفس المعلومة، نفس النسب موجودين عندكم بالمحتوى اللي موجود عندكم. هلا هدول انا راح حملهم على الموديل اضافة الى الشيء الموجود. ما في اختلاف على الاطلاق، قد يكون هون اسهل فهمهم، هنيك في كثافة بالمعلومة، في امور نظرية اكثر عم حاول اشرحها بهدوء وبهمني تفهموها. المحتوى ما في اي تغيير، هدول راح ينزلوا على الموديل اليوم، هن والتحليل العمودي والافقي اللي اخذناه المره الماضيه. وبالتالي نفس المعلومات بأكيد موجودين عندكم على الموديل، ولكن بطريقه مختلفه. انا بسهل عليكم، شفت انه يتقدموا بهي الطريقة هني اسهل اكثر، خليني اقول اكثر سهولة للفهم. دعمناهم بامثلة عملية مثل ما حتشوفوا بنهاية المحاضرة، ولكن برجع بأكد ما في اي اختلاف من حيث المفهوم والمحتوى عن ما هو موجود لديكم في المحتوى العلمي اللي هي على الموديل. هدول رح ننزلهم اضافة لهنيك، بتدرسوا من هون او من هنيك نفس الشيء. البعض بفضل يقرأ من هنيك، البعض بفضل يقرأ من هون، بلاقي هون اسهل. هذا موضوع مختلف، يعني يعود الى شخص اليكم انتم. فانا شفت انه ممكن البعض يتعذب بهدوك لانه فيهم كثافة بالمعلومة، خليني اقول والشيء النظري. حبيت تبسط عليكم الامور، هذا كل شيء. تمام؟ يعني انا كان اسهل علي اني اشرح لكم من هيك بدون ما اعزب حالي باستعدادات جديده الى اخره، ولكن شفت هيك افضل لانه المعلومه عم تقدم كنت عم تتقدم بطريقه اسهل بتصوري. وهي يعني مجرد، خلينا نقول، هي مجرد مدارس او مذاهب فكريه، كل واحد حسب طريقه عطائه وحسب شلون بيشوف شلون بيقدم معلومته. رحمة الله عليه أستاذنا جميعا، قدم معلومات مكثفة، يعني رحمة الله عليه وجزاه الله كل خير. ما فينا أبدا ما في شك كبير بقدراته أو بالمعلومات اللي قدمها، بس أنا شفت أنه أنا واجبي أني سهلكم الأمور أو بسطكم الأمور أكثر. هدول راح ينزلوا تباعا، يعني أنا كل ما بكل محاضرة لما تشوف في داعي للتغيير راح ننزلهم المحاضرات على الموديل فورا. طيب، فخليني ارجع لموضوع النسب. وكنت عم بقول لكم انه نسبة التداول حقيقة بتبين لي الشكل العام او القدرة بشكل عام الشركة على انه هي تواجه التزاماتها قصيرة الاجل مثل ما حكينا بشوي. وإنه بشكل عام لأنه في عندي تفاوت بدرجة السيولة ما بين العناصر المكونة للموجودات اللي هي الأساس في سداد التزاماتي. انخفاض هذه النسبة يعد أمرا سلبيا بالنسبة للشركات. مثل ما قلت لكم، في بعض المحللين أو بعض المفكرين بإطار التحليل المالي وتحليل القوائم المالية تحديدا بيقولوا انه انا هذه النسبة يفضل ان تكون 2:1، بمعنى مقابل كل وحدة نقدية او كل ليرة سورية من الالتزامات يفضل ان يكون لدي 2 ليرة بالموجودات المتداولة.
وذلك من أجل الثقة أو المزيد من الثقة بقدرة الشركة على وفاء التزاماتها، على اعتبار أن انخفاض قيمة المخزون السلعي والبضائع اللي عندي مهما انخفضت يبقى هناك إمكانية للسداد أو للوفاء بالالتزامات. فهي مذاهب حقيقة، والناس حسب شو بتشوف. ضمن هذا الإطار في بعض يقول إنه لا، هذا الحكي مو سليم، لأنه ممكن تكون الجزء الأكبر من الموجودات المتداولة هو على شكل مخزون سلعي أو مواد أولية أو بضاعة أو حتى مواد قيد التصنيع، وبالتالي هذه لا يمكن اعتبارها مصدر من مصادر السداد. يعني إذا أنا لي 1000 ليرة سوري كشركة وعندي ب 1500 ليرة مواد نصف مصنعة موجودة على خطوط الإنتاج، وعندي 1000 ليرة بين نقدي وحسابات زبائن وخلافه، فهي 1000 ليرة ما راح تسكر ال 2000 ليرة اللي هني علي دين، لأنه البضاعة اللي على خطوط الإنتاج إذا والمخزون السلعي الموجود عندي إذا انخفض سعره، هذا قد يتسبب بعدم قدرة على الوفاء بالالتزامات. هذا من جهة. من جهة ثانية، إنه إذا اضطرت الشركة إلى تسديد كامل التزاماتها وقامت بتسييل وتصفير، خلينا نقول، كل حسابات الأصول الجارية، فصرفنا كل شيء بالصندوق وكل شيء بالمصرف وصفرنا حساب الزبائن لأنه سددوا لنا بعد ما حطيناهم خصومات تجارية وبعنا البضاعة وما ضل معنا شيء، سكرنا كل التزاماتنا وما علينا دين قصير الأجل، ولكن بالمقابل لم يبقى لدينا رأس ما يسمى رأس مال عامل هنشوفه بعد شوي من أجل إطلاق دورة إنتاجية جديدة. تمام. يعني هون دور أنا ستتوقف عملياتي التشغيلية، وهذا سيضر بالشركة ككل، وبالتالي نسبة 2:1 قد لا تكون كافية ببعض الصناعات، في حين أنه نسبة 1:1 قد تكون جيدة في قطاع آخر. مثال بسيط على ذلك، مثل مثلا خليني أخذ شركة الاتصالات. شركة الاتصالات ما عندها مخزون، مخزونها يكون فيه قليل ضعيف، عبارة عن شوية قطع تبديلية من أجل الصيانات الطارئة، وتدفق النقدي من حسابات الزبائن هو شبه دائم. أنا عندي دورة هاتفية مثلا كل شهر أو كل شهرين، إذا بدي آخذ بسوريا التزاماتي قصيرة الأجل تكون منخفضة. ليش؟ لأنه أنا أغلب استثماراتي أو أغلب التزاماتي هي طويلة الأجل، لأنه أنا بستثمر استثمارات طويلة الأجل، ما عندي استثمارات قصيرة الأجل، وبالتالي ما في داعي إنه يكون عندي نسبة 2:1 أو 1:1، على اعتبار في عندي سيولة دائمة بتمنى نتيجة تسديد الفواتير. هاي بالنسبة لإحدى الصناعات اللي حكينا، هي الاتصالات أو شركة الكهرباء مثلا. بالمقابل مثلا الصناعات الغذائية هي عليها دائما التزامات قصيرة الأجل كبيرة، لديها مخزون من المواد الأولية القابلة للتلف بنسبة كبيرة، وبالتالي هون نسبة 2:1 قد لا تكون كافية. وبالتالي نرجع للمبدأ الأساسي اللي حكينا فيه، أنه لا أستطيع الحكم على هذه النسبة دون المقارنة مع شركات أخرى تعمل بنفس القطاع وبحجم مشابه من الشركة اللي أنا عم بشتغل فيها. بأكد على إنه أنا ما عندي بنش مارك، ما عندي معيار قارن فيه إلا ضمن الإطار اللي حكيناه. بهذا الشكل فينا نحكي عن نسبة التدمر. النسبة الثانية من نسب السيولة هي نسبة السيولة السريعة. مثل ما حكينا بنسبة التداول، أخذنا كل عناصر الموجودات المتداولة لحساب درجة السيولة على اختلاف درجة سيولة هذه العناصر.
فاجينا عندها انه خلينا نخفف شوي، او خلينا نقول يعني ناخذ فقط العناصر المتجانسه الى حد ما، ونستبعد العناصر اللي لا يمكن تسهيلها او تسهيلها بصعوبه دون تكاليف عاليه او خسائر عاليه. مثل شو؟ مثل عندي المخزون او البضاعه. فلحتى اشوف انا اذا هون صرت اكثر تحديدا، لانه هيك تقول نظره عامه حول سيوله الشركه. في حين هون بالنسبه للسيوله السريعه صرت بدي اقول قدره الشركه على الوفاء بالتزاماتها قصيره الاجل بسرعه نسبيه ودون تكبد خسائر عاليه ناجمة عن التخفيض أو التسهيل البضاعة أو عناصر من الموردات المتداولة وبيعها بخسائر مثل المخزون. إذا صرت عم روح أكثر دقة في حساب درجة السيولة أو نسبة السيولة. فهي النسبة اللي هي نسبة السيولة السريعة عم تقص لي درجة كفاية مصادر الطبيعة النقدية أو شبه النقدية الموجودة لدى الشركة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، وإلا دون الاضطرار دون يكون في عندي حاجة إلى تسييل المخزون أو البضاعة، لأنه هذا فيه له تكلفة وقد يؤدي إلى خسائر. فنسبة السيولة السريعة مثل ما شايفينها بالقانون تستبعد البضائع والمدفوعات سلف او المصروفات المدفوعه مقدما، لانه انا دافع شيء بحاجته بدي اشتريه، دافع لعبونه خلينا نقول، وبالتالي يصعب علي استرداد هذه المبالغ. تمام مثل انا مستاجر، ما حدا يعني مستاجر مستودع، او انا دافع تامين لسنه لقدام، او انا دافع نفعة مسبقة لشراء خليني اقول بضاعة او مواد اولية او الى اخره. طيب اذا نسبة السيولة السريعة تساوي المولودات المتداولة ناقص البضاعة او المخزون ناقص المصروفات المدفوعة مقدما او المدفوعة سلفا. دائما المقام هون هو المطلوبات المتداولة، وبالتالي بشوف انه هون صار هذه النسبة نسبة السيولة السريعة عم تقص درجة تغطية أصولي. هذه الأصول ذات السيولة المرتفعة نسبيا كم مرة عم بتغطي لي أو شو نسبة تغطيتها للمطالب المتداولة. إذا لاحظنا الفرق ما بين نسبة التداول ونسبة السيولة السريعة، ما هيك؟ بنسبة السيولة السريعة عادة البضاعة هي اللي عم تشوش لي مثل ما حكينا قبل شوي بدقة مؤشر السيولة، على اعتبارها انه هي يمكن ان تنخفض اسعار بجميع الاحوال. خليني اخذ محل قلبي بده يتخلص من المخزون اللي عنده، شو راح يساوي؟ بيساوي سولد، احيانا بيبيع بسعر التكلفة او اقل من سعر التكلفة، لانه بيعرف انه لقدام شوي ما عم تنباع معه ايضا. فاكيد اذا كان مضطر انه يسكر ديون عليه فهو مضطر انه ينزل فيها بخصومات كبيره جدا، وبالتالي هو عم يخسر صح، ولكن من اجل ابراء التزاماته فهو يقوم بذلك. تمام. اذا هو بيبيع بضاعته بشو ما كان بس مشان يحصل على كاش ويسدد التزاماته. مشان هيك نسبه السيوله السريعه تعتمد فقط على العناصر يلي ذات طبيعة يلي سيولتها يعني إلى حد ما متجانسة، لأنه بضل في عندي عنصر اللي هو الزبائن. كمان هذا فيه تكلفة، يعني على الأقل فيه تكلفة من أجل جمع. فهلا بنشوف إنه يعني عم نحاول نحن نروح من العام إلى الخاص، أو خلينا نقول من الأكثر شمولا إلى الأكثر دقة.
النسبة الرابعة لما يجي لهون خليني يروح على النسبة الرابعة اللي هي نسبة النقد اللي هي الكاش ريشيو. هاي النسبة من اسمها تبين انه هي عم تروح باتجاه النقد، بمعنى هون انا تسجيل العنصر او تسجيل العناصر اللي عندي الموجودات المتداولة اللي عندي لم يكون له اي تكلفة نظريا وسيكون تمام غير مكلف اذا ما له اي تكلفه ويكون سريع جدا. مشان هيك انا بهذه النسبه اللي هي نسبه النقد باخذ فقط النقد الكاش الموجود لدي النقديه سواء كانت صندوق او مصرف وبضيف عليها الاوراق الماليه القابله للتسويق او الاوراق الماليه قصيره الاجل اللي هي بهدف المتاجره او قصيره الاجل وبشوف شو نسبه تغطيتها للمطالب المتداوله. فهون اذا انا عم شوف فعلا شو درجه او قدره الشركه على الوفاء بالتزاماتها قصيره الاجل دون بشكل فوري ودون اي تكاليف تذكر. اذا هون هذا الاكثر دقه في حساب السيوله، ولكن هذا لا يعني انه ما احسب الاثنين البقايا لانه هني كمان ايضا بيعطوني نظره او عن قدره الشركه في بعض الحالات التي لا تكفي النقود واشباه النقود للوفاء بالتزامات حق قصيره الاجل. هي النسبه الثالثه. يبقى عندي مؤشر رابع من مؤشرات السيوله اللي هو صافي راس المال العام اللي بنسميه نت وركينج كابيتال. هنيك كنا عم نقول نسب، هون ما عم نقول نسب، صرت عم بحكي بمبالغ مطلقه. بمبالغ مطلقه. و تعرفوا انتم انه راس المال العامل هو اجمالي الموجودات المتداوله. وعليه فان صافي راس المال العامل هو الفرق ما بين الموجودات المتداوله والمطالب المتداوله. وبالتالي يمكن ان يحسب صافي راس المال العامل من خلال قسمه او عفوا مو قسمه طرح المطالب المتداوله من الموجودات المتداوله. باخذ الموجودات المتداوله ناقص المطالب المتداوله بيطلع عندي صافي راس المال العامل. وهذا الرقم بالمطلق يجب ان يكون موجبا والا عندي مشكله. والا عندي مشكله، لانه يعني اذا كان هذا الرقم سالب معناتها نسبه التداول ستكون اقل من واحد، ليش؟ لانه الموجودات المتداوله حتكون اقل من المطالب المتداوله وبالتالي نسبه التداول بتكون ناقص عفوا اقل من واحد. في عندي مشكلة حقيقية. طيب هل عندي مؤشر انه حجم هالمبلغ صافي رأس المال العامل قديش لازم يكون؟ لازم يكون مليون، مليونين، 10، 100 مليون؟ ما عندي مؤشر هون ايضا الا بالمقارنة مع الشركات المشابهة. هي رقم واحد. هون في عندي خصوصية. الخصوصية تعود الى مفهوم رأس المال العامل. فصافي رأس المال العامل يجب أن يكون لدي فوائض في رأس المال العامل، يعني عندي رقم موجب يمثل صافي رأس المال العامل بشكل يكفي لدورة إنتاجية واحدة على الأقل. شلون يعني؟ يعني أنا كمصنع ببدايتي عندي تجهيزاتي جاهزة وموظفيني جاهزين للنزول على خطوط الانتاج. فقديش بدي مصاري لأقلع بعملي لدورة انتاجية واحدة، يعني لدورة الانتاجية الواحدة لثلاثة اشهر. معناتها انا بدي فواتير كهرباء ثلاثة شهور. رواتب عمال لثلاثة شهور. مواد اولية كافية لانتاج ثلاثة اشهر. و و و الى اخره كل هذا الكلام. بجمعهم كلهم هذول بيكون بيطلع عندي صار بيطلع عندي شيء اسمه راس مال عامل او صافي راس مال عامل. ليش دوره انتاجيه واحده؟ لانه يفترض بنهايه الدوره الانتاجيه الواحده يتم تصريف المنتجات ويصير في عندي اموال كافيه لاقلاع دوره انتاجيه ثانيه. تمام؟ اذا هذا الامر حجم راس المال العامل يتعلق بطبيعه نشاط الشركه من جهه وبحجم الشركة من جهة أخرى، مو بس نشاط. فإذا عندي شركتين بيشتغلوا نفس النشاط، واحدة
قادرة عند 1000 عامل، وحدة عند 10 عمال، وهذيك عند بحاجة إلى 100 مليون ليرة سوري مواد أولية تنزل على خطوط الإنتاج، والثاني بدها 100 ألف. إذا مو نفس رأس المال العامل بيكون للشركة، في معنى بالشغل نفس القطعة، وإنما حجم الشركة هنا يلعب دورا بهذا المجال. هذول من النسب الأربعة، أو خلينا نقول المؤشرات السيولية الأربعة. واضحين؟ طيب كثير ممتاز. خلينا نشوف هلا مثال عملي على هذا الكلام، ونطبق ونشوف ونحلل بناء على ارقام. حاعطيكم، حيكون امامنا هلا قائمه او قائمه مركز مالي لاحدى الشركات، وحاطلب منكم انكم تحسبوا لي النسب المختلفه ونحسبها سوا ونحاول نفسرها سوا. مثل ما شايفين امامكم عندي قائمة مركز مالي لإحدى الشركات، عم تقول لي بإنه أنا من ضمن موجوداتي عندي نقد ب 5000، عندي أوراق مالية 15000، عندي 20000 مديون، 10000 مواد خام، 5000 بضاعة تحت التصنيع أو قيد التصنيع على الآلات يعني، وعندي 15000 بضاعة جاهزة. مجموع موجوداتي المتداولة 70000. بالمقابل يعني عندي موجودات ثابتة وعندي إلى آخره، ولكن بالمقابل عندي موردين بمقدار 11000، وعندي قروض قصيرة الأجل ب 15000، وعندي مستحقات، مدفوعات مستحقة أو مصاريف مستحقة بمقدار 4000. مجموع مطالبي المتداولة هو 30000. مطلوب رقم واحد، بدي احسب نسبة التداول. تمام، نسبة التداول تساوي مجموع الموجودات المتداولة تقسيم مجموع المطلوبات المتداولة، بمعنى 70000 تقسيم 30000 اي 2.33. ماذا يعني هذا الرقم؟ شو يعني هذا الرقم؟ هاتوا شوفوا. تمام، يعني بمعنى انه كل ليره سوريه من الالتزامات اللي علي في مقابلها 2.33 موجودات متداوله جاهزه لانه تغطيها بشكل او باخر. هاي ببساطه شديده. طيب اذا كانت شركه مشابهه تعمل بنفس القطاع وبحجم مماثل خلينا نقول، ونسبه السيوله لديها 1.5، مين الأفضل أنا ولا هن؟ مين الأكثر سيولة؟ تمام، لأنه يعني شركتنا هي الأكثر أكثر سيولة، على اعتبار إنه نسبة التغطية خلينا نقول أكبر. طيب بعد ما حسبنا نسبة السيولة وطلعت معنا 2.33 لكل ليرة أو 2.33 مرة عم تغطيها، خليني أحسب نسبة السيولة السريعة وارجع لهون مشان تحسبوها. وبذكركم أو بسألكم شو لازم استثني أو استبعد من موجودات المتداولة عند حساب نسبة السيولة السريعة، شو لازم استثني؟ المخزون. شو عندي مخزون هون؟ عندي مواد خام، عندي بضاعة قيد التصنيع أو تحت التصنيع، وعندي بضاعة جاهزة. مجموعهم هذول كلهم 30000. شو
شو ضل عندي معناته من المولودات المتداولة؟ ضل عندي 70 ناقص 30 يعني 40. طيب 40,000 شو بدها تغطي لي؟ مولودات أو مطاليب متداولة 30,000، فتكون النسبة 4 على 3 يعني 1.3 1.33. شفنا كيف انخفضت هذه النسبة من 2.33 إلى 1.33. شفنا تأثير البضاعة، تمام؟ فأنا ببساطة شديدة إذا كنت مضطر إني بيع البضاعة بنص سعرها، معناتها نسبة، فأنا تصوروا حجم الخسائر وتصوروا شو هي النسبة الحقيقية أو نسبة السيولة أو السيولة المثالية. خلينا نحسب النسبة الثالثة اللي هي نسبة النقدية. بالنسبة النقدية شو باخذ عناصر؟ شو العناصر اللي باخذها بعين الاعتبار؟ باخذ فقط النقود وأشباه النقود. فعندي أنا نقود 5,000، طيب أشباه نقود شو عندي؟ عندي الأوراق المالية. الأوراق المالية 15,000، معناتها 5 + 15 = 20,000. تقسيم مجموع المطلوبات المتداولة 30,000 يعني 2 على 3 يعني 66%. 66%، 0.66%. شو معناته هذا الرقم؟ وماذا يجب على الشركة أن تفعل في حال اضطرت إلى تسديد كامل التزاماتها قصيرة الأجل؟ يلا اوكي، اذا ببساطه شديده النقديه لا تكفي لسداد كامل التزاماتي. عفوا، وبالتالي الشركه مضطره الى ان تسير اصول اخرى. فشو بدها تلجا اول شيء؟ اول ما ستلجا له هو ستقوم بخصم سندات الدين، بمعنى انه الزباين اللي اخذوا من عندها تساوي سندات قبض. الشركة قادرة على أن تخصم لدى المؤسسات المالية أو أن تخصم لدى تاجر آخر أو أن تزعل عند الزبون نفسه وتقول له أخي أنا بدي منك 100,000 لازم تدفع لي بعد شهرين، بخصم لك عليهم كذا، ادفعهم اليوم. فهذا سيؤدي إلى تحقيق خسائر. تمام، إذا تمنع خصم نقدي برافو للعميل من اجل تحصيل الاوراق القبض اللي عليه او حساب يسكر حسابه. ولكن هذا له تكلفه. على اعتبار النقديه ما كفت بيلجا الى تسهيل اصول اخرى. الاسهل والاسرع والابسط خليني اقول والاسلم هو حساب الزبائن. طيب لو فرض حساب الزبائن ما كفى، شو لازم اساوي؟ سألجأ إلى العنصر الأقل سيولة والأكثر تكلفة لتسييره اللي هو البضاعة. فبروح يعني بيع البضاعة اللي عندي بأسعار منخفضة قد تقل عن تكلفتها التاريخية، وهون بصير في عندي تحقق خسائر بموضوع نتيجة بيع البضائع بأسعار أقل من تكلفتها. تمام؟ لاحظنا شلون الامور عم بتكون. فالشيء الاسلم معناتها نتيجة التساؤل البسيط نسبة النقدية يجب ان تكون تساوي شو؟ اسلم ما يكون وافضل ما يكون، انها تساوي ايش؟ كنسبة نقدية تساوي الواحد. عند هذا اكون مضطرا الى منح خصومات تجارية للتحصيل حسابات العملاء او الزبائن، ولن اكون مضطرا لبيع البضاعه بحصومات عاليه. لما تكون عندي نسب النقديه تساوي واحد هو الحاله الافضل الافضل. طيب ظل عندنا نسبه واحده ما حسبناها او مو حسبناها، مؤشر من مؤشرات السيوله اللي هي صافي راس المال العامل. ماذا يساوي؟
40,000 برامو وبيساوي 70,000 ناقص 30,000 يعني 40,000 رأس مال عامل. شو الهدف من رأس المال العامل كما تحدثنا سابقا؟ شو هو كان الهدف منه؟ شو لازم يساوي؟ أو إذا ما شو لازم يكون كافي؟ لدورة تشغيلية واحد، لدورة تشغيلية واحد. يعني على الأقل لازم يكون كافي لشراء مواد أولية ودفع المصاريف والتكاليف التشغيلية لدورة تشغيلية واحدة، يعني أجور عمال تشغيل بالإضافة إلى نفقات التشغيل المرافقة. تمام؟ هاي هيك بتكون أنهينا نسب السيولة. فإذا في حدا عنده أي سؤال حول نسب السيولة يتفضل يسأل. واضحين؟ ممتاز ممتاز. برجع بذكركم لا يوجد فرق في المحتوى العلمي للشيء اللي عرضناه او الشيء اللي عم نعطيه وما هو موجود على الموديل. على الرغم من ذلك السلايدات اللي عم نزلكم اياها فيها شروحات مبسطه حول الموضوعات اللي عم نناقشها، رح تنزل على الموديل وانتم احرار تدرسوا من هون تدرسوا من هنيك، المهم تكونوا عم تفهموا المقرر. هذا اللي بيهمني. شوفوا الانسب لكم، هون افضل قد يكون هنيك افضل بالنسبه للبعض، هذا موضوع له علاقه بطريقتكم انتم يعني بالشيء اللي بتفضلوا، ولكن حيث المبدا لا يوجد فرق في المحتوى العلمي بين هون وهنيك. المحاضرات كافية يا راما، بالنسبة لي الفهم كافي مو المحاضرات، الفهم ببساطة شديدة. اسم النسبة إذا مشان النسب المالية في كثير من الأحيان اسم النسبة المالية يدل على مدلولها ويدل على آلية حسابها، أي رقم واحد. رقم اثنين مهم تفهموا المقرر. الامتحان بالنسبة لي تفصيل، يعني تفصيلة بسيطة، الكل بينجح إن شاء الله بأقل جهد ممكن إذا كان فهمان المقرر. أسئلة الامتحان حتكون مثل الأمثلة العملية اللي عم بعطيكم إياها، ما أكثر من هيك. تمام؟ كأسئلة امتحانية كامتحان حتكون هي مشابهة أو يعني الشيء اللي عم ناخذه واللي عم نشرحه واللي عم ناخذ عليه امثله يعني. ف بهمني تفهموا بالدرجه الاساسيه وتراجعوا المحاضرات قيمت يعني بالطريقه اللي الناس اللي متعودين عليها واللي بتعرفوها او اللي بتلاقوا حالكم مرتاحين فيها. حد عنده اي سؤال؟ حدا عنده اي سؤال؟ طيب الوظيفة اللي شغالين فيها تمام؟ كويس كثير منيح، وظيفة سهلة وعم هلا الشيء اللي عم ناخذه عم نطبقوه اول باول. اوكي اكيد مع هدفنا نعطيكم وظيفه نعقدكم حياتكم فيها، فمشان هيك ما صعبه. يلا موفقين ان شاء الله. اذا ما عندكم اي سؤال بتمنى لكم سهره سعيده ويلا على النوم، تصبحوا على خير، موفقين يا رب.